أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن الوزارة حرصت على تضمين كافة مخططات مدن البحرين الجديدة جميع المرافق والخدمات والاهتمام من النواحي البيئية والتجميلية تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المفدى وأوامر سمو رئيس الوزراء ومتابعة سمو ولي العهد التي تأتي تماشيا مع جهود المملكة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. وقال المهندس الحمر إن مدينة خليفة تعد أحد النماذج الحية التي شهدت اهتماما كبيرا من حيث توفير المرافق والخدمات الصحية والتعليمية ودور العبادة والحدائق والمساحات المفتوحة، حيث يجري العمل على تنفيذ تلك المرافق بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وفقا للمخطط العام للمدينة، وذلك بعد تشغيل المراحل الأولى للمدينة وبدء تسكين المواطنين بها. وقال الوزير إن المدينة تم تخطيطها على هيئة أحياء سكنية ترتبط بشبكة طرق رئيسية وفرعية وفق أحدث المواصفات لاستيعاب الحركة المرورية، وأضاف أن الوزارة أولت اهتماما خاصا بتوفير المساحات الخضراء والمناطق المفتوحة والحدائق ومناطق ألعاب الأطفال والملاعب الرياضية بما يسهم في تعزيز النسيج الاجتماعي لقاطني المدينة. وأشاد وزير الإسكان بتجربة التعاون مع مؤسسة الأمير تشارلز الخيرية في إعداد المخططات العامة والتفصيلية للمدينة بالتعاون مع الفريق الهندسي البحريني الذي تم تكليفه من قبل منتسبي الوزارة، حيث أسهمت تلك التجربة في اكتساب خبرات جديدة في مجال التخطيط والتصميم على صعيد المزج بين التخطيط الحضري المعاصر وتلبية احتياجات المواطنين. مدينة خليفة طبقنا مبدأ الاستدامة وتعزيز جودة حياة الإنسان على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كانت بالتعاون طبعا مع مؤسسة الأمير تشارلز وهي المؤسسة المصممة للمشروع. المؤسسة تهتم بشكل أساسي على مبدأ التصميم الحضري الحديث في أعلى مستويات جودة حياة الإنسان، وذلك من خلال إشراك المواطن منذ اليوم الأول في مراحل التصميم، وسوينا هاي الشيء من خلال الاستبيان اللي سويناه مع المواطنين في المراحل الأولية، ومن عرفنا تطلعات وآمال المواطن البحريني في المدينة اللي يبون يسكنون فيها. المرحلة الثانية هي مرحلة التصميم. في التصميم طبعا راعينا كل هاي التطلعات والآمال اللي رصدناها من خلال الاستبيان، بالإضافة إلى المعايير العالمية في التصميم، فنشوف مدينة خليفة عبارة عن أحياء تترابط فيما بينها. المرحلة اللي بعدها هي المرحلة ما بعد التصميم، هي مرحلة تسكين المواطنين. قامت وزارة الإسكان بإنشاء مركز للزوار وهو مركز للتواصل مع المواطنين القاطنين في مدينة خليفة.